يا مزنا انا كما سين يحتبس اين البياس؟ انا اخوك فرق البياس العاقل. شوف الاطاط تعصفوا لي وانا حيد انا داخل على البريمونت خارج مش عمان. خليني اخرج هيا الله افعلوا البيجر اتلفوا الكلام احنا اخوه شن سود ما فيش حاجه اخو عن ست ايوه يلا نروح هيا هيا تعالوا تعالوا بس عن ست هلا يلا الله بسرعه ما سوينا اخطا قدامي هيا اخطا عنك خمسة مليون ريال، هل هذا هو الصرف الصح والمناسب لصرف ديك واحد من صرف أدياك الجمل؟ لا 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 الصرف الصح أكبر وأعمق من كده. مع الأسف أن الناس مش راضين يفهموا. فكر يا نبيل فكر. أيوة فكر كيف تستغل هذا المال بالشكل الصح. مش معقول يا دكتور، يعني كانت الصدمة الشديدة على لهذا الدرجة؟ يا دكتور احنا اتخذنا اجراءاتنا القانونية، بس الراجل باين عليه مسكين من حق القرية، كان مفكر ان احنا بنرجع له الفلوس بسرعة، وما درينا الا وقد سقط. الله يبارك فيك ما قصر. على العموم شكرا لك يا دكتور متواصلي. يلا مع السلامة. فندم هؤلاء جابهم من دبي راح وجدهم مسكهم متلبسين. كيف متلبسين؟ يعني معاهم الفلوس؟ لا بس ضربوه هناك عند الغمام. خلاص انت بسرعة كده صندوق. طيب طبعا انتم كنتم تتضاربوا علشان قسمة الفلوس صح؟ والله ما هو على قسمي يا فندم، نحن كنا اصلا نضارب على حاجه ثانيه ونتسافر. ايوه نتسافر. طيب اعطوني تفسير لما حصل. اصلا بيني وبينك يا فندم احنا شوي شماز وشوي بنطلون أيوة. مثلنا رجمناها من القمامه رجعنا العقرين طلبين دورهم. لا لا هذا ما ادري كبش. هذا الذي حصل يا فندم. صدقنا يا فندم. اسمعوا مش وقت اللف والدوره، انا بساعدكم لو جبتوا لي الحقيقه وقلتوا لي فين الفلوس، وانتوا عارفين اني ساعدتكم اكثر من مره. ورب الكون يا اخوك اني هذا الحقيقه. لا تحلف، انا فاهم لعبتكم. شوفوا خلوكم معي، انا فاهم لعبتكم قبل ما اتخذ الاجراءات القانونيه. بايش نطلعك يا فندم؟ اننا والله ما معنا ريال. وانا عبدالي نسبتنا انه هذا الحقيقه. اسكري فندم شل تلفوناتهم. هاتهم. حاضر يا حاضر ولا همك شل. بس المرأة تصلي يقول لها تحرك مش وقت المرأة. وانا الوالدة شو تصل الحين؟ يلا نهضوا يلا لازم الحين. ها؟ هذه كل مصائبك يا عقل. تفضل. يلا انت الاول. لا انت الاول. والله ما تمشي الا انت. يلا. 5 مليون يا اوغاد. تشتوا تعشوا على الرجال مسكين وحدكم. أنا أؤكد أن منهم من مات، أؤكد أن من هؤلاء الانتحاريين هناك من لم يستطع المتظاهرون أن يتملكوا أنفسهم بعدما فعلوا بهم هؤلاء، هناك من مات منهم، أسر منهم أكثر من 10، ولكني أؤكد أن المصابين أكثر من 100، مئات المصابين هنا
كانوا يركبون الأحصنة ويمسكون بأيديهم الأسلحة البيضاء السيوف والسنج لمحاولة إرهاب المتظاهرين. معقول؟ معقول وصلوا إلى هذا الحد الحكام الطغاة؟ الوضع محتدم جدا. لا 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 مش معقول، يدوس الشعب بالجمال والخيول. لكن لابد من نهاية لهذول الحكام الطغاة. أيوة لابد من نهاية. أيوة الله معكم يا شباب ثورة مصر، مهما خرج الفاسدون بخيولهم وجمالهم. أيوة الآن الآن العقال مو معانا الآن الآن. أيوة كيف تحول؟ نادر هذا منو تعرفه ولا شيء؟ ذا صاحبك ولا حاجة؟ منو ذا؟ منو ذا؟ هذا نبيل. نبيل؟ هذا اللي يدير لحق العشاء. هذا نبيل؟ هي والله ابنه نبيل. هي أقسم لك بالله إنه قدم رقبة دسيم ولا إنه كابس كبسة. اسمع يا حبيبي، لا كبسة ولا زربيان. نبيل نبيل أنا بتجنن. ما في شيء مانع عادي، هذا الكيس في بو جميع العدة ودق لك جنان. تفضل حبيبي، خاطركم يا بهوات. خاطرك معاك. الله كيف هذا؟ خبر هذا نبدالك. ها؟ كم صرف الجمل أدياك؟ من؟ فرحان 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 فرحان، ايش معك هنا؟ ايش اللي قابك؟ انا تعبان. ايش تقول؟ ايش اللي قابك هنا فرحان؟ مش معقول. درسنا لهذا اليوم يا بنات لا النافية. لا النافية تعمل عمل إنا، تنصب المبتدا وترفع الخبر. فعندما تدخل على الجملة الإسمية تنفي معنى الخبر عن المبتدا. طبعا اليوم المثال يقول لا يمنية يكره الوحدة. عفوا
ألو، صباح النور. أيوة أيوة، شغالة في الحصة. إيش؟ أسيبه واجي؟ طيب يا عادل، إيش فيه؟ خلاص 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 خلاص، باقي الآن. عفوا يا بنات، ما بقدرش أواصل معكم الحصة. فين بتروحي يا أستاذة؟ عفوا، عندي ظرف طارئ. حياك الله يا ابني، حياك الله، كيف حالك؟ الحمد لله. والله يا مدير، تصدق؟ تصدق اننا ابصرك مثل ابني نادر الذي يدرس بالجامعة، تصدق ولا لا؟ اي والله. وانت يا مدير اسمك الكريم ايش؟ اسمي مدير عام المديرية. ملا يا مدير، اعجبتك بلادنا؟ حلوة واهلها طيبين. طيبين طيبين، انا داري انهم طيبين، لكن يشتي لهم صبر يا مدير، يشتي لهم صبر. اكيد يا عاقل، الصبر اهم حاجه، وخاصه عند المسؤول. بس ممكن اعرف حاجه واحده، ايش سبب الزياره هذه؟ بالرغم من اننا قد حددت يوم واحد في الاسبوع لمقابله العقال والاعيان. والله يا مدير، والله أجينا بس لا اليوم نعزمك على الغداء. قلنا يعني قدو بالمناسبة تجي تتعرف على قريتنا. شكرا يا عقل، خليها مرة ثانية. أنا عبيدك، لا أنا عبيدك، لا تكسفناش. معلش يا عقل، مش وقت العزومات. يا مدير مليق، الرجال قا سكر عليهم وذبحوهم. هو هذا طلب العاقل أمر. المدير الأول كان دائماً هو عنده. عفواً، أنا مش زي المدير الأول.